وتوقيع على كثير من الأسئلة. اليوم أنتم كيف تقيمون هذا الحدث بالنسبة للجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحدث يعني هو يعتبر يعني كما يقولوا نقطة في سلسلة طويلة يعني من المشاركة تاع الجزائر في الميدان الطاقوي يعني على المستوى المحلي الجهوي والعالمي. وهذا الدور يعني تاع في ميدان الطاقة معروف من سنوات، خاصة يعني مع الجيران كما الاتحاد الأوروبي. الآن يعني كان هنالك اتجاه واضح من الدولة نحو يعني الاستعمال للطاقات النظيفة اللي هي أيضا تمشي مع الاستعمال الغاز الطبيعي، لأن نعرف باللي في السنوات القادمة يعني راح يكون تغيير جذري في الاستغلال الطاقوي، ونشوفوا باللي كثير من البلدان خاصة من الجيران اللي هي يعني تحاول باش تمشي الى الهيدروجين الاخضر. ولهذا يعني الجزائر حاليا يعني تحضر نفسها على اساس يعني كما يقولوا لا فورماسيون تاع لا ريسورس هيومان، وايضا يعني الجهه تاع الجانب الاندستريال لخوض هذه المعركه الجديده. وحنا يعني مجمع الدور تاعنا هو كيفيه يعني نخليه باللي يكون استثمارات جديدة تكون جزائرية ولا أجنبية تستثمر في ميدان الطاقات المتجددة في تحويل الماء إلى الهيدروجين الأخضر، وأيضا استعمال الهيدروجين الأخضر في مواد اللي تسمح للبلاد باش تقدر تبيع ليس يعني مادة خامة ولكن مادة محولة، لأن بهذه الطريقة تسمع للمؤسسات الجزائرية باش تنشط، وأيضا نخلق مناصب للجزائريين. يعني هذا الحدث أفاق للشراكات مع الكثير من الشركات العالمية مثل ما شاهدنا قبل قليل. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.